السلطات الامنيه، لان السلطات الامنيه راه كتنفذ القرارات ديال الولايه. باش نكونوا واضحين، السلطات الامنيه كتنفذ القرارات ديال الولايه اللي سد على السيد الوالي، سد عليه الباب ديالو في عز ازمه ديال كورونا، وفي عز ان مهنيين ديال النقل ومهنيين ديال سياره الحجره كيعيشوا المشاكل على مستوى عماره الدار البيضاء. وبعد عده مراسلات وبعد عده شكايات لم يتم الاستجابه ولو لمطلب واحد. حنا كمهنيين ديال سياره الحجره ساهمنا وباقيين غنساهموا وباقيين غنزيدوا نساهموا وغنضحيو من اجل البلاد ديالنا انها تخرج من الازمه الوبائيه، ولكن ما يمكنش نضحيو حنا بوحدنا في غياب تام لاي مقاربه. اشنا هي المقاربه؟ النقل الحضري اليوم شكون اللي كيضبطو؟ شكون اللي كيضبط؟ شكون اللي يقدر يوصل للترامواي؟ شكون واضحين؟ ما يقدر يوصل ليه حتى شي واحد. المهنيين ديال سياره الاجره الى حدود اليوم كيعانيو من التداعيات ديال جائحه كورونا الى اليوم. الحمد لله القطاع يلا بدا كينتعش، تخفات التدابير الاحترازيه، فصل الصيف عودت مغاربه العالم، اذا بدينا كنتحركوا شويه وكنخدموا باش نقدروا نخلصوا المعدونيات اللي كيتسالونا. لان مشيتوا للقسم ديال سياره الحجره غتلقاو شكايات هي متعدده في مواجهه المستغلين. عندنا تصريح ديال وقفه احتجاجيه في خضم هذا القرار الحكومي، ما هي الا نقطه التي افاضت الكاس ناهيك على المطالب ديال المهني والمشاكل اللي كيتخبط فيها، فهذه نقطه جات افاضت الكاس. حنا عندنا مطلب مشروع، حق مشروع دستوري مشروع، جينا حطينا البلاغ ديالنا، عندنا لاكوزي دو ريسبسيون، جينا باش نتوجهوا للوجهه ديالنا النقطه اللي، لان هاد الناس ديال الولايات الجهه سادين باب الحوار، لو كانوا فاتحين بالبول ما نوصلش هاد المسائل هادي. حنا ماشي ناس ديال الفوضى ولا، حنا ناس ديال الحوار. لان هاد الناس سدوا البيبان مابقاوش باغي يتحاوروا، ما يمكنش باش غنحلوا هاد المشاكل. الناس كتمشي لهم السيارات ديالهم، واش انت كتفرض عليا قرار وما كتحلش مشاكل اخرى اللي كتنتج على هاد القرار؟ الناس كتمشي لهم السيارات ديالهم لي طريط ما كيتخلصوش. مالي الكريم دواسا حتى لهنا بالمحاكم، كلشي بهذا بسبب الجائحه والقرار ديال 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 50%. ناهيك على المشاكل الاخرى اللي كيتخبط فيها القطاع. فالاخوان جايين موجهين هنا، فاذا به حابسين البريره جميع المنافذ، راه مشكل ماشي هنا، راه كاين حتى مشاكل في المناطق اخرى اللي محبوسين فيها الاخوان ديالنا. هنا كنتفاجئوا بواحد شرطي المرور ولا ما عرفتش، المهم شرطي رجل شرطه كيف تعال بحادثه، كيف تعال لنا حادثه هنا وهميه. مطالب مشروعه هو التغطيه الصحيه، هاد سميتو هاد القرار الجائر، الناس باش غتخلص طريطات الناس راه واحله، فهمتيني؟ خاص حلول، صرحوا الطبله الحلول راه عطى الله الحلول، ومشاكل راه بالجمله. الطوبيسات خدامين اكثر من 50%، راه خدامين 180% باش هازين، الطوبيس راه عامر، وانت لاحظتي راه ولاو كيفرضوا على خولي باش ما يتصادموش معنا هنا. واش الطوبيس خدام؟ واش كورونا هاد الجائحه الحالات الاحترازيه وهاد الطوارئ واش على الطاكسي؟ واش على الطاكسي بوحدو؟ الا كان الاستهتار ديال المواطن وسوء تدبير ديال المسؤول ما غيتحملوش الطاكسي. كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو، موقع المسؤوليه ديالو، ما غيتحملوش الجهه. الطاكسي راه حتى هو راه مضرور، اما القرار ديال 50% ما هي النقطة التي أفاضت الكأس، راه كاين جملة ديال المشاكل اللي كتخبط فيها قطاع سيطرو، لأنه قطاع غير مهيكل ومن زمان وهاد الناس سادين باب الحوار. هذا هو اللي كاين. منذ الساعة الأولى إعلان الوقفة الاحتجاجية
اللي اعلن عليها المكتب الجهوي للمنظمه الديمقراطيه المهنيه وصحيح قصيات اجره من اجل اول الاحتجاج واستنكار سد باب الحوار اولا، لان هذه هي النقطه اللي هي مهمه ومهمه جدا في هذا الاحتجاج. ولكن النقطه التي افاضت الكاس وهو القرار الحكومي الاخير وعدم تفاعل السيد ولي جهه الدار البيضاء حل بعض المشاكل الاخرى. الوالي ديال الدار البيضاء بقراره اليوم وبالتعليمات ديالو يعطى للسلطات الامنيه باش تصدى لهاد المهنيين في المداخل ديال ولايه جهه الدار البيضاء، هو كيعتبر انه يعني رساله بالنسبه لنا، وحنا كنوجهوا لك كذلك رساله من الشارع العام اننا حنا مستمرين في النضال ديالنا، مستمرين في التعبئه ديالنا حتى تحقيق المطالب المشروعه، لان عندنا عده مطالب. السيد الوالي منذ التنصيب ديالو ما فتحش نقاش مع المهنيين ديال سيارة أجرة كفئة متضررة منذ بداية الجائحة، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى يومنا هذا. هذا الأمر هذا اللي دفع المهنيين اليوم إلى الإفلاس. كاين مشاكل ديال العلاقة التعاقدية، كاين مشاكل ديال النقل السري بجميع أشكاله وأنواعه، كاين عدة مشاكل، مشاكل المحطات، مشاكل ديال السيارات اللي كتجي من أقاليم مجاورة وكتشتغل هنا. إذا مشاكل كبيرة كتضرنا حنا في القوت اليومي ديالنا، تقليص عدد الركاب بغيت فعلا السيد الوالي باش نزيدوا على المواطن. حنا كنقولوا لا، حنا كذلك مواطنين، ما يمكنش نزيد على المواطن الضعيف والبصير في تعريفه ديال النقل. يعني هذا كل ما لدي ان اقوله، وكنقول لكم ان احنا مستمرين ان شاء الله في النضال ديالنا. هذه بدايه ونعلنها رسميه بانها بدايه، لما تحلوش المشاكل مستمرون في النضال ديالنا. ما تنساش الاشتراك في قناه المنصه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارتاجي الفيديو الى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر اخر ديما على قناتكم المنصه.